الأخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس يرفع سعر توريد القصب ويكشف عن عملية الشراء المجمع. بالأرقام، استثمارات النقل في الصعيد. البابا يكشف سر التحاقه بالصيدلة. وإليكم التفاصيل النشرة. المشروعات القومية تغطي أرض مصر كلها، فبعد محافظات الدلتا في الأسبوع الماضي جاء الدور على محافظات الصعيد، فمن بني سويف افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية الجديدة مثل محطة تحلية المياه بالغردقة. وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات محطة تحلية المياه خلال هذا العام وليس العام المقبل، وذلك لتعظيم حجم المياه، مشيرا إلى أن حجم المياه الموجودة في مصر لا يتم الاستفادة به بشكل كامل، إضافة إلى أن الكميات الأخرى للمياه التي يتم صرفها في نهر النيل من الممكن أن تلوث مياه النهر مهما كانت مساحته، مؤكدا أن الأموال الضخمة التي يتم صرفها على محطة تحلية المياه ضرورة حتى لا يحدث ضرر للمصريين سواء في الزراعة أو صحتهم. هذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيها، قائلا احنا موجودين عندهم في الصعيد وعايزين نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. اللي ممكن يعني بصراحة كده احنا موجودين عندهم عايزين نقول لهم كل سنة طيبين يعني. وحركتهم الدكتور عمرو فين؟ فين هو الدكتور عمرو؟ موافق ولا لا؟ موافق على كام؟ يعني زي ما انا عايز 720 كويس. هذا واعلن الرئيس دعم صندوق تحيا مصر لمشروع سكن كريم في مواجهه الاسكان الخطر والاستعداد لرفع نسبه حضانات الاطفال في مصر من 8% الى 30%، كما امر بتشكيل لجنه لتفقد المنطقه الصناعيه ببني سويف والتاكد من عدم وجود مشاكل فيها. وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود اللجنه تعمل منذ اكثر من 3 سنوات لعمليه الشراء المجمع، وان هذه العمليه لشراء المستلزمات والاجهزه المطلوبه في مصر لم يشعرنا بقرار التعويم، فالشراء المجمع سيعود بالنفع على البلد وخدمة على المواطن. وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن وزارته تعمل على 8 استراتيجيات لإنشاء منظومة جديدة للطرق بالصعيد، موضحا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيات رئيسية لإنشاء منظومة طرق لخدمة التطور الصناعي، وأن إجمالي حجم استثمارات مشروعات النقل في الصعيد مصر بلغت 34 مليار و200 مليون جنيه، بينها 24 مليار و300 مليون جنيه في مشروعات الطرق والكباري، و9 مليارات و900 مليون جنيه لمشروعات السكك الحديدية، مؤكدا أن الخيار الأول في الانتقال بمحافظات الصعيد هو الاعتماد على قطارات السكة الحديد في الوقت المناسب. هكذا وصف اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لمصر، ليعرف بينس عن قرب الموقف المصري الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتأكيد الرئيس السيسي له أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق سوى من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن الرسائل الواضحة والقوية التي وجهها الرئيس السيسي للإدارة والرئيس الأمريكي من خلال نائبه تأتي في إطار هام لإقناع الولايات المتحدة في إعادة النظر في موقفها من هذه القضية الحيوية والتخلي عن الانحياز الأعمى والصارخ للمحتل الإسرائيلي، دعما لجهود السلام وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. زيادة أعداد مؤيدي مرشحي الرئاسة المحتملين، فقد أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أن عدد تأييدات المواطنين بالشهر العقاري وصل حتى الآن إلى 710 ألاف تأييد ل23 شخصا في الانتخابات الرئاسية، وأن مكاتب الشهر العقاري تواصل استقبال المواطنين لاستخراج التأييدات اللازمة حتى انتهاء فترة تلقي أوراق الترشح في 29 يناير.
فيما قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن غرفة العمليات بالوزارة تلقت حتى يوم الخميس الماضي 43 طلبا من جمعيات ومؤسسات أهلية ترغب في متابعة الانتخابات الرئاسية. أثناء احتفاء صيدلة الإسكندرية بالبابا توادروس الذي تخرج منها، قال البابا توادروس الثاني أن حلمه بالالتحاق بكلية الصيدلة بدأ عندما كان والده مريضا وهو يبلغ من العمر 6 سنوات، وكان يأتي إليه بالدواء من الصيدلية المجاورة له فيرتاح بعد تناول الدواء، فقرر دخول الصيدلة حتى يعملوا على راحة كل مريض. وتحدث البابا عن علاقته بأبناء دفعته بالكلية وأساتذته والمستمرة سواء من خلال زيارات متبادلة أو تليفونات أو رسائل وغيرها، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بصفة عامة يؤثرون في الأجيال أكبر تأثير. فيما قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية إن الجامعة تفتخر بابن من أبنائها الذي أصبح البابا توادروس، والذي يرد على دعاة الفتنة في الداخل والخارج بأن مصر ستظل وطنا للمحبة والسلام رغم كل ما يحدث. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.